فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع شعب مع الشمائل المحمدية، وهذه كما قلنا فيها صدق التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نتناول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الجوانب الحياتية كلية، فما كان من العادات وما كان من العبادات، فنحن نتناوله وننظر ما فيه من الفوائد والعبر، نستطيع بذلك قدر الإمكان أن نسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم فتأسيا، سواء كانت بالعبادات أو العادات. نعم، بلغنا إلى ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعدما يفرغ. حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن أبي ياهل عن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. قال: حدثنا محمد بن بشار أنبأنا يحيى بن سعيد حدثنا ثور بن يزيد أنبأنا خالد بن معدان عن خالد. أنت عندك أنبأنا؟ أنبأنا خالد. ماشي. خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغن عنه ربنا. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان أنبأنا وكيع أنبأنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. قال: حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال أنبأنا أبو أسامة عن زكريا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليك. هنا كما بين لنا كيف يقول المكلف عند الطعام من الآداب والهيئات، وهذا من باب شكر النعمة، أن يبتدئ بالبسملة. قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك ويأكل بيميني ويأكل مما يليه. هذه أداب استوجبها كثير من العلماء على ظاهر النص والجمهور على الاستحباب كما قلنا، لأنها من الهيئات وليس فيها من باب التعبد. لذلك هم عندهم القاعدة الأصولية العامة: كل أوامر تصرف من الوجوب إلى الاستحباب إذا كانت للهيئات والأداب، وكل نواهي تصرف من الحرام إلى الكراهة إن كانت أيضا من الأداب والهيئات. هذا التأصيل تأصيل عام فيه ما فيه من القوة من النظر، إلا أن تأتي قرائن محكمة تثبت أن المسألة تشترك بين العادة وبين العبادة، فيكون هنا الأوفر حظا في هذا الباب هو الكلام على أن يبقى اللفظ على ظاهره من الأوامر أو من النواهي ما شابته شائبة العبادة. لذلك قال: يا غلام أدن يا بني ثم فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هنا قال: إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. والحديث وإن كان فيه ضعف، لكن الحمد بعد الطعام هو أصالة الحكمة في ذلك، هو أن تحمد الله جل وعلا بعد النعمة، لأن الطعام نعمة من نعم الله جل في علاه، أن يكفيك الله جل في علاه وأن يغنيك وأن يطعمك، هذه من أعظم نعائم الله جل في علاه. قال الله تعالى: فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو: اللهم ارزق آل محمد كفافة، اللهم ارزق آل محمد كفافة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعل رزقي تحت ظل رمحي. فأن يكفيك الله جل في علاه، أن يرزقك بطعام وشراب، هذه أيضا كأن الدنيا بحذافيرها قد نلتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. زي قال: قل الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، فتحمد الله جل وعلا على أنه أطعمك وسقاك
وكفاك وأغناك. تحمد الله جل في علاه على أنه ما جعلك ذليلا لأحد، وما أحوجك لأحد يستذلك أو يتمندل بك. لذلك قال الحمد لله الذي أطعمه. الإنسان يحتاج إلى ذلك حاجة عظيمة، فحمد الله جل في علاه على الطعام والشراب والكفاية. هذه من النعائم التي لابد أن يشكرها الإنسان، ويعلم أن شكرها يعني يستوجب على كل مكلف، ويستلزم الكفاية والعطاء، ويستلزم أيضا بعد ذلك الزيادة. لأن العبد إذا قام على ما أراده الله جل في علاه وقضى ما خلق له، فإن الله يكفيه كل صغير وكبير ودقيق وجليل. لكن المسألة تحتاج إلى أن يصدق المرء الله جل في علاه فيما يعيش له. قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. لما قال بذلك؟ ما العلاقة بين الطعام والشراب والإسلام؟ وش العلاقة بينهم؟ ما العلاقة بين الطعام والشراب والإسلام؟ أنا قلت هنا ما الفرق؟ مش العلاقة في هذا الباب، قال أن تحمد في الاثنين. الإنسان خلق للعبادة، والطعام والشراب وسيلة للعبادة. ما العلاقة بين الإسلام والطعام والشراب؟ أنتم فهمتم السؤال؟ لأن هنا المنتظر إيش؟ المتوقع إيش؟ المتوقع أن تحمد الله على الطعام والشراب وخلاص. ما الذي جرى الإسلام على معنا في هذا الباب؟ عيد الالتفاتة في هذا الباب. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ما العلاقة بين؟ ممتاز، أنا الآن قلت لك، قال الحمد لله أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ما العلاقة بين الإسلام وبين الطعام والشراب؟ إيش اللي جر الإسلام إليها؟ مع أن الموقف موقف حمد وشكر على الطعام والشراب. أحمد، تلازم بالربوبية والألوهية. ممتاز ممتاز، تقاعد هذا جيد. ماشي، ما كان الفارق بيننا وبين البهائم في الطعام والشراب الا الاسلام، فقال الله عز وجل ما قلنا الكفر بيحمدون ايضا. انتم ما جلستوا مع كافر يا احمد؟ ما حد ما جمعكم موقف بين نصراني ومسلم يا احمد؟ ما ادري الفيس اصلا، ما ادري اشتركوا معنا ولا ما اشتركوا. المساله واقفه هنا، والنت واقف ولا شيء؟ هذه المسألة أيوة نصير خلاص كده. قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ما العلاقة بين الإسلام والطعام والشراب يا حجر؟ لا مش على العمق، هي فيها نظر آخر. ممتاز ممتاز. ومثلا قال أفش السلام بينكم. لا لا، هو لا سلام على طعام. تعرف ان هذه روايه واحد مفجوع. حقيقه الامر، وعندما يقول الله الحمد لله اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، اذا قلت الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا هذا كله دنيا، فينشغل القلب بالدنيا وبكفايه الدنيا. لكن الله تعالى يذكرك ان الامر فوق ذلك، انت ما تريد الا الاخره، وما لك الا الاخره، واسلامك هذا مرتبط ان تعلو باسلامك الى الاخره. فاذا يهفو قلبك للاخره، فكانك اذا حمدت الله جل وعلا على الطعام والشراب لابد ان تعلم ان الطعام والشراب فرع ليس اصلا، وانه وسيله وليس مقصدا، والاسلام هو الاصل الاصيل الذي تعيش له. ولذلك تقول الحمد لله جعلنا مسلمين، ومن اسلامك كفاك ربك جل وعلا. ولذلك قال عمر، قال علي بن ابي طالب في المسند موقوفا ومرفوعا، قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. هذا لفت انتباه من اجل الا يكون في القلب ان الانسان يكون قد انشغل شغلا تاما بمساله الدنيا بما فيها من طعام وشراب وغير ذلك. لابد ان يعلم ان له وظيفه هي اعظم عليه او اعظم عنده من الطعام والشراب، بل ومن الحياه باسرها. ولذلك تبذل المهج لهذا الامر. يعني لما يقول ابو رصين للنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يضحك الرب؟ قال أن تخلع اللأمة وأن تقبل وأن تنزل ساحة الوغى فتقتل مقبلا غير مقبل. هذا هو الذي يضحك الرب في هذا الآية. تبذل المهج الآن، ما في ولا طعام ولا شراب، تبذل المهج من أجل الديانة، من أجل الإسلام، من أجل الدين.
أين الولد اللي اسمه حسام؟ وأين كريم؟ عاطف أين 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 صاحبك؟ عاطف محمد علي أين محمد عبد الجواد؟ أين هو؟ مش قال لك أنا آتي صح؟ أين هو؟ اتصل فيه قل له أين أنت؟ المسألة كما قلت إذا اعتاد المرء شيئا لا يستطيع خلاص ألف من ألف الفطور ما يستطيع الجموع ولا يستطيع أنه أصلا التحرك إلا بالله إلا إذا أذن الله بذلك. والحديث الثاني قال إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله بحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا تكون يا ربنا. نعم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هذا الحمد هو من أعظم الحمد هذا الحمد هو من أعظم الحمد. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقام الرجل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه قال رأيت كذا وكذا من الملائكة يبتدرونها يكتبونها أيهم يعلو بها إلى السماء فهذا الحمد هو أتم الحمد لله جل في علاه اللهم لك الحمد وتقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا كثيرا كثيرا على أنني لا أحصي ما يستحقه الله جل في علاه من حمد على نعائم وعلى العطايا وهو رب البرايا سبحانه وجل فعلا يكفيهم ويطعم الصغير والكبير والدقيق والجليل والشيخ وأيضا البهائم لكن ما الذي يطعمه من أجل أن الطعام ينفع فيه هو المؤمن فقط لأن الحياة بأسرها ما خلقت إلا للمؤمن أن يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع أي غير مودع هذا الحمد أستمر عليه ولذلك ليس الشأن أن ترتقي إلى الفضل ليس الشأن كل الناس تتنافس أو كل الناس يتنافسون على الوصول إلى الفضل ويصلون إلى الفضل لكن الفضل كل الفضل أن تثبت على الفضل ولذلك هذه مغزى قول مغزى قول المكلف حين يصلي خمس مرات في اليوم والليلة اهدنا الصراط مع أنك مهدي ما أنت بتصلي وهذه هداية صح يعني ثبت لنا هذا الهدى فهنا معنى ذلك غير مودع يعني هذا الحمد يكون ملازمنا وهذا كثير جدا تجده في نفسك قد تشرب الشرب ولا تحمد الله عليه قد تأكل أكل ولا تحمد الله عليه قد يحدث لك النعمة وتعلم بأنها نعمة وتنظر فيها نعمة وأيضا لا تحمد الله عليه المسألة ليست بك ولسانك ليس بيدك وقلبك ليس بيدك ولذلك كان يرتجف النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى سئل عن هذا يعني تخاف أنت رسول الله تخاف أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا قال كيف لا أخاف والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فالمسألة هنا في قول غير مودع أنا أتمنى هذا اسمه الخبر الذي رد به الإنشاء كان يقول أنا ملازم لهذا الحمد حالي أن ألازم هذا الحمد أدعو ربي أن يثبته لي يعني قال ربنا وقد نقول لا ليس مستغنى عنه ليس مستغنى عن نعائم ربنا الذي فعله وأيضا ليس مستغنى عن هذا الحمد يا ربنا ثبت لنا هذا الحمد والأولى الشاهد لها ففعل يعقوب عليه السلام أو أيوب عندما خرع الجراد من ذهب ومن فضة فأخذ يحسو فقال فأوحى الله عليه ألم أكن قد أغنيتك ماذا قال لا غنى لي عن بركتك لا يبقى غير مستغنى عن الله الذي فعله ولأن الكافرين الطغاة هم الذين يستغنون عن الله جل في علاه وهذا من ضمن استدراج الله له يعني من تمام استدراج الله لهم هو اكتفاءهم عن الله جل في علاه غناهم عن الله جل في علاه هذا من ضمن استدراج الله وهذا أعجب العجب ما أحد يفقه من نعومة النظر في هذا الباب في قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا من ضمن الاستدراج أن يحسب أنه قد استغنى عن الله جل في علاه كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى فهو يحسب أنه استغنى عن الله جل في علاه فعندما يحسب أنه استغنى عن الله جل في علاه تأتيه الطغام الكبرى قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا قال الله تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة يستغني عن ربه جل في علاه فتأتيه الدهية من حيث الاحتساب ويقول لا أستغني عن الله جل في علاه في كل لحظة وحين ولذلك كان يدعو صباح مساء إلى النهار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين نعم. ورواية عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه رحمكم الله فجاء عربي فأكله بلقمتين
يأكل الطعام في ستة سبعة بيأكلون سبعة بيأكلون هذا في لقمتين أنهى المسألة. الصحفة بأسرها صارت بيضاء نقية، مسح جميع الطعام. قال فجاء عربي فأكل بلقمتين. طبعا تعلم أنها المسألة أن الطعام لابد أن يكون فيه البركة، الكسرة ليست مؤثرة، ولذلك الربا من أكثر ما يكون، لكنه إيش من أمحق ما يكون بركة. ولذلك الله جل في علاه قال ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا إيش لكسرنا ولا لفتحنا عليهم بركات، لفتحنا عليهم بركات، ما قال كسرنا، ما قال كسرنا، قال فتحنا عليهم بركات. البركة في أهم شيء، ولذلك جعل البركة في وسط الطعام، وجعل البركة في التسمية، وجعل البركة في الجمع الجموع، لأنها فيها تألف قلوب، والله يرضى عن ذلك فتكون البركة. العربي جاء يأكل بلقمتين لم يسمي الله جل في علاه، لأنه شوف قال لو سمى لكفاكم، هذه فيها دلالة واضحة جدا على لم يسمي الله. ولما أتى الشيطان بالصبية مر علينا ليأكل، أتى بيدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدها، قال والله إن يده في إيش؟ في يدي، إن يده في يدي. نعم، والعربي نفس الأمر، جاء فأكل، ما في بركة، ما في تسمية. ولذلك اسم الله جل في علاه إذا ذكر في قليل كسره، وإذا ذكر في كثير بركه. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الجراب قال خذ منه ولا خذ منه ولا تعد لا تحصي. بقي يأكل منه إلى عثمان بن عفان، إلى مرت يعني كم سنة؟ شيء وعشرين سنة صح؟ 13 ولا كم لعمر بن الخطاب؟ قريب من ذلك. طيب وسنوات من عثمان بن عفان، ثم ذلك ضاع منه الجراب، ما انتهى ما نفذ، ضاع منه الجراب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحصيه، كل وانت كل ولا تعد لا تحصيه. جلس يأكل منه إلى خلافة عثمان بن عفان. البركة عظيمة جدا، وهذه لها لفت انتباه الأمر الآخر، وش هو؟ قناعة النفس، وهذه من أعظم ما تكون بركة في قلب الإنسان إيمانا. قناعة النفس في هذا الباب تجعل الإنسان ملكا دون أن يكون له مملكة، وتجعل الإنسان عزيزا رفيعا دون أن يكون له أسباب الغنى والملك. قناعة النفس، ولذلك عندما تفتقر النفس يذل المرء، عندما تفتقر النفس يذل المرء. فهنا ربط الأمر، عندما تكون فيه اليقين والتوكل كما قال الإخوة الأفاضل يأتيك هنا قناعة النفس. ولذلك الجراب فيه التمر أكل منه أبو هريرة إلى خلافة عثمان، حتى ضاع إلى خلافة عثمان بن عفان. وعائشة كانت تأخذ من الأشعير تتصدق به ولا ينقص. قالت ما الذي يحدث؟ والله لأكيلنا ما لا ينقص، ما إيش اللي بعد كل هذا عندي كل هذا. فلما كلته إيش انقذت، لأنه قال لا تحصي فيحصي الله عليك، قال لي أسماء لا توعي فيعي الله عليك. فالمسألة بأسرها، وطبعا هو ابتداء رأس الأمر في قناعة النفس لا تأتى إلا باليقين، علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. في الباب فضل الله الذي في علاه الناس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليه. شوف هنا الأكلة ده اسمه إيش؟ فين أحمد؟ ها؟ كالجلسة مش الجلسة، ها اسمه إيه؟ إيش الفرق بين الجلسة والجلسة؟ الجلسة اسمه هيئة والجلسة اسمه مرة، فهو يقول الأكلة المرة. إذا شوف قال إن الله لا يرضى، ورضى الله جل في علاه معناه أن المرأة يكون في كان في الله جل في علاه قلبه راض، نفسه راضية، والله قد رضي عنه. وإذا رضي الله عن العبد وفقه وسدده وكان عبدا موفقا مسددا. تعال ابني شوف تعبنا في اللي انت فيه ده، تعبنا. ماشي ممتاز. فقال إن العبد لا يرضى نعم إن العبد لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليه. إن الله لا يرضى عن العبد، ورضى الله عن العبد فيه ما فيه من الفوائد العظيمة. يعني معنى ذلك أنت بعمل يسير قد تكون من أهل الجنة. كيف ذلك بقى؟ كيف نصير هذا؟ قد تكون من أهل الجنة. على الله شكوك، على ما نحن فيه دون الفهلوة. سعيد عمل يسير يكون فيه الجنة،
بهذا الحديث العظيم ان الله رضى عن عبد ان ياكل الاكله ويشرب الشرب فاحمده عليه. الشكر هذا ناتج عن اعتقاد. ما لكم اليوم؟ في شيء؟ رضا الله عن عبده يستلزم الدخول ده. كان ناسج الحمد لله بوجوب الجامعه. جيد جيد ممتازين. المسألة هنا نقول هو قال إن الله لا يرضى عن العبد الرضا. نعم يا قعقاع غفر الله لك على التقطع الذي أنت فيه. ما أريدك أن تكون رائبا ولست رائبا. المسألة هنا هو خاص بك هذا الباب خاص بك، يعني هذه افهمها الآن. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فأحمده عليه ويشرب الشرب فأحمده عليه. هذا عمل يسير، عمل يسير يسر بك إلى الجنة. إيش معنى ذلك؟ أن تلزم الحمد والشكر فيكون لازما لك من رضا الله جل وعلا فلا يسخط عليك أبدا. فإن رضي أو لم يسخط كنت من أهل الجنة. فالمسألة هنا موقوفة على ملازمة الحمد والشكر، لأن ملازمة الحمد والشكر تلزم إيش؟ تلزم ديمومة الرضا، لأن الله يسخط. ما هو إحنا لنا ما لنا من التقصير، لنا ما لنا من التقصير والمعاصي، فممكن أن يغضب صح ولا لا؟ فملازمة الحمد والشكر فيها ملازمة الرضا، وملازمة فيها ديمومة الرضا، استغفر الله، فيها ديمومة الرضا. وديمومة الرضا خلاص إن الله لا يرضى عن عبد فلا يسخط عليه. وهذه لا تتأتى إلا في درجة المحبوبية. وهي هنا ستأتي على تفريع تأصيل. نعم، التفريع التأصيلي هنا هل الحمد والشكر على الطعام والشراب واجب أم سنة؟ ده التأصيل الفقهي في هذا الباب. هل الحمد والشكر على الطعام والشراب واجب أم سنة؟ حقيقة الأمر كل حديثاته بين أيدينا لا تدل على الوجوب بحال من الأحوال، كلها أفعال، والأفعال الأصل فيها إيش؟ الأصل في الأفعال إيش يا حبيبي؟ السنة، الاستحباب، وليس الوجوب. ويرتقي الأمر طبعا، هذا خلينا نقول للذاكر، لأن كثير يأكل وأنسى. وطبعا جمهور العلماء يرون أن هذا مستحب ليس بواجب. من قال بالوجوب ضم إلى ذلك أمر جعله وجوبا، وش هو؟ هل إيش؟ ها؟ اشتقاق؟ ها؟ إن شكرتم؟ لا لا، ما في اللقمان. ولئن شكرتم؟ لا، اعملوا آل داود شكرا. والمعنى هنا ايه؟ اشكروا، هو امر. اعملوا آل داود شكرا، اشكروا، وهذا امر. لكن حقيقة الامر لو قلنا بالوجوب لآثم جل الناس، لآثم كل الناس. المسألة على الاستحباب، ولذلك جرت هذه على الرضا. قد يسألني سائل وما الصارف؟ اعملوا آل داود. نقول الحديث في اعملوا آل داود على التعميم، لا يستخص على المسألة. لذلك سهل علينا أن نقول بأنه يعني ينزل في الحالة الخاصة على الاستحباب لا على الوجوب، لأنه ما سيق في مساق الوجوب الفعلي. هي من الأول باينة أن نكون مش فاهم حاجة. هي أعملوا أمر. انت فهمت اللي انا قلته؟ ما انا عارف، ما بقول لك يا المساله من اولها، انتوا المساله من اولها قتلتموني، مش صحيحين خالص، مش عارف ليه، ممكن يكون مني انا صح من الاول كله، ما اكيد لا، اقصد مني انا امر اخر، فلذلك الاخوه مش منتبهين بحال. اعملوا آل داود شكرا. فين الاكل والشرب؟ وين هو؟ وين الاكل والشرب؟ كل ما يستلزم الحمد لله. وين الاكل والشرب؟ اعملوا آل داود شكرا. فين الاكل والشرب؟ اين هو؟ معامله؟ اي عمل؟ اي عمل؟ اي عمل؟ وقال اعملوا آل داود شكرا، يعني اشكر بلسان العمل. بتخترعوا انتوا كده. هي المساله اللي نقول اعملوا آل داود شكرا، هذه معناها انه الشكر على كل شيء، الشكر على كل شيء، ولسان الحال فيها بالعمل. لكن نقول هنا الآن يبقى إذن هذا عام، لكن في جزئية واحدة هي صغير من هذه الجزئية، اللي هي الشكر على الطعام والشراب. فإسقاط الدليل
العام على جزئية من جزئياته خاصة لا يصح أن يكون استقلالا في الاستدلال إلا بقرينة محكمة. لا صح أن يكون في الاستدلال إلا أن يكون إيش؟ إلا أن يكون بقرينة محكمة. مش مفهومة؟ أقول الدليل العام اللي يحوي جزئيات كثيرة الدليل العام الذي يحوي جزئيات كثيرة الاستدلال بالعام على الجزئية المفردة التي تحت أو هنا حتى ينصب عليها استدلالا لابد من قرينة محكمة حتى يسقط عليه، لأن أنت تريد على الدليل العام يكون دليلا على وجوب الحمد والشكر بعد الطعام، لابد من قرينة. يبقى العام الذي يحوي جزئيات لا يصح قصره على جزئية من جزئياتها انطباقا في الاستدلال إلا بقرينة محكمة. فهمتم؟ والمسألة القرينة المحكمة نقول كل ما جاء في الطعام والشراب هو إيه؟ هو فعل، هو فعل، والأصل في فعلي الاستحباب. وصراحة هذا يعني على الأقل هذا أروح لأنه سيأسم جماهير الناس، قد يأسمون كل طعام وشراب يأسمون بذلك، ده يموتون يدخلون النار بعد ذلك. كثير من الناس تشرب وتأكل ولا تحمد الله جل في علاه. فالمسألة على الاستحباب، المسألة على الاستحباب. وأيضا الأئمة الأربعة يقولون بأن الحمد أيضا من باب الإيش؟ الأداب، ليس من باب التعبد، مع أن حقيقة الأمر هي يشوب وما يشوبها من التعبد. في إيه؟ تفريق بعض الباب الحمد والشكر. يعني تفريق يعني تفريق. فرق بعض الباب الحمد والشكر. الحمد يكون مثلا باللسان. طب إيه؟ ما له ما نحن فيه؟ يعني أعماله أنا أقول شكرا أعماله أنا أقول شكرا أن الشكر يكون بالعمل. كما يكون باللسان والقلب يكون بإيش؟ بالجوارح. هاي الآية تنصب على ذلك، منساقة لذلك. قال فيحمدوا عليها أو يشكروا عليها. أنت في الاثنين الحمد والشكر إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع. فهمت؟ لكن هو يحب من العبد أن يكون كذلك، إن الله لا يرضى على العبد يأكل أكلة أو يشرب الشرب فيحمدوا عليه. وهذا تعليم للمكلف أن يعترف بالنعائم، ينسبها لباريها في هذا الباب. تقول إيش؟ ما هو كده نقول لك هكون السخط على جميع على جماهير أهل المكلفين، وهذا سبيل فيه شيء من الوعورة ومن الصعوبة. لما إنما هنا يمكن التوجيه إن الله لا يرضى عن عبدي رضا تام، رضا كامل، لا سيما وأن كل عبد قلبه يقر بإيش؟ يقر بالحمد، يعني أو قلبه يقر بأن المنعم هو من؟ هو الله جل وعلا. لأن مسألة إقرار بأن الخالق الرازق المدبر هو، والقلب مقر بذلك، فهذا نوع رضاه الآن. أصل الرضا منوط بالإقرار، أصل الرضا منوط بالإقرار، ورفعته وكماله منوط بإيش؟ بالترجمة. القلب أقر، والقلب إذا أقر لابد أن تتحرك الجوارح، وتحريك الجوارح أن يحمد الله عليه وأن يشكر الله عليه. مفهوم؟ ما قالوا زيادة مع الرضا. طيب جيد. الفوائد المستنبطة، طبعا الحمد لله وسير من الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أصل الحمد أن يقول الحمد لله ويكفيه بذلك. الكثرة مذمومة والقلة ممدوحة. الكثرة في كل شيء مذمومة. زادكم الله أدبا، لكن التأخير فيه ما فيه يا ابني اللي بيعمل. ها؟ الكثرة مذمومة في كل شيء. ها؟
كسروا في المباهي آه هذا مستثنى، لكن الغالب كله كسرة مذمومة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. أعظم درجات، أعظم درجات الكمال على العبد عقيدة عدم الاستغناء عن الرب، والفقر وصف لذاتي والغنى وصف لك ذاتي. كلما كان العبد أفقر إلى ربي كلما كان أغنى الناس وأعز الناس وأرفع الناس. قال غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. نعيم العبد في مصاحبة الرب في كل شيء، نعيم العبد في مصاحبة الرب في كل شيء. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.